هدف بعد آخر قوة كبيرة، والكرة في الشباك. الله ما أروع هذه اللقطة، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. عمل جماعي رائع من هذا الفريق، ساعدهم الأداء الدفاعي الخصم اللي عنده مشاكل كبيرة اليوم، لكنهم استغلوا أيضا المساحات والأخطاء.